حضرات السادة المشاهدين، هنروح دلوقتي نتابع آخر التطورات في الأعمال والإنشاءات اللي بتحصل في منطقة مثلث ماسبيرو والوحدات اللي تم الانتهاء منها مع مراسلنا اللي موجود على الهواء مباشرة في بث مباشر من مثلث ماسبيرو أحمد الحسيني. صباح الخير أحمد والكلمة معك. صباح الخير يا حسام، صباح الخير يا جمانة، احنا هنا جنبكم بجوار استوديوهات صباح الخير يا مصر، استوديوهات القناة الأولى تحديدا في منطقة مثلث ماسبيرو اللي طبعا احنا كلنا بنشاهد وبنشوف كل يوم قد ايه العمل فيها شغال على قدم وساق ليل نهار حتى في الاجازات. تقريبا الشغل هنا ما زال متواصل في البنية التحتية للمشروع، بالاضافة لبعض الابراج تم الوصول فيها لمرحلة التشطيبات. هنتعرف على تفاصيل اكتر عن مثلث ماسبيرو وما وصل اليه حجم العمل من خلال ضيفنا العزيز المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو من قبل هيئه المجتمعات العمرانيه. صباح الخير يا باشمهندس، وكلمنا الاول عن مشروع مثلث ماسبيرو تحديدا. صباح الخير يا فندم. طبعا منطقة مثلث ماسبيرو كانت منطقة عشوائية من ذات خطورة من الدرجة الثانية، فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وبالفعل بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية في إزالة العشوائيات وتحديد الملكيات، وتم فعلا إزالة الأماكن اللي كانت موجودة والمباني اللي كانت موجودة، وبدأنا العمل هنا كهيئة مجتمعات عمرانية في 6/2019. بدأنا في مرحلة الإسكان البديل، وده كان عبارة عن مجموعة من الأبراج بنيناها خصيصا للسكان اللي كانوا موجودين من أهل ماسبيرو وطلبوا الرجوع مرة تانية إلى منطقة مثلث ماسبيرو. طبعا في النقطة دي تحديدا يا باشمهندس عايزين نوضح للمشاهدين أن أهالينا اللي كانوا مقاطنين هنا في منطقة مثلث ماسبيرو، في البعض اللي أخذ شقق بديلة، وفي البعض اللي هو طلب أنه هو لا يرجع تاني للمنطقة، وبالتالي تم توفير شقق وحدات سكنية احنا شايفينها يمكن معروضة الآن، تم الوصول فيها لمرحلة التشطيبات. كلمنا بالتفصيل عن هذه الوحدات السكنية للإسكان البديل لأهالينا اللي كانوا هنا في مثلث ماسبيرو. طبعا الدولة كانت حريصة كل الحرص أن كل واحد موجود في منطقة مثلث ماسبيرو ياخد حقه، فالناس في ناس زي ما حضرتك قلت خدوا تعويضات وحدات سكنيه في اماكن اخرى، خدوا قطع اراضي، في ناس قالت لا احنا عايزين نرجع منطقه مثلث ماسبيرو، فالدوله كانت حريصه على تلبيه رغبتهم، وبالفعل بدانا في الاسكان البديل. عملنا هنا في منطقه الاسكان البديل على شارع 26 يوليو مساحه حوالي 6.8 فدان، بدانا في 6/2019 في مرحله الخرسانات والاساسات والمباني وانتهينا منها، واشتغلنا في مرحله التشطيبات وعلى وشك انتهاء منها. طبعا الابراج الاسكان البديل عندي هنا في منطقه الاسكان البديل في برجين مخصصين للاسكان البديل حضرتك بارتفاع 18 دور ب 936 وحده. الوحدات اللي موجوده هتبقى وحدات مشطبه تشطيب كامل من الالف للياء، بحيث الساكن هيجي مجرد يستلم مفتاح الوحده بتاعته ويسكن، يجيب الفرش بتاعه ويسكن مباشره في الوحده. طبعا الوحدات اللي عندي طبعا مساحات مختلفه، في عندي نموذجين، نموذج غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، وفي عندي نموذج ثلاث غرف ومطبخ وحمامين وصالة. السؤال يا باشمهندس اللي بيشغل بال السكان والموجودين في المنطقة المحيطة بمثلث ماسبيرو هو ما هي المباني اللي هيتم الإبقاء عليها داخل أو في محيط مثلث ماسبيرو؟ مثلث ماسبيرو سوف يتم الإخلاء تماما من جميع المباني فيما عدا ست مباني هيتم الإبقاء عليهم: مبنى الهيلتون، مبنى الإذاعة والتلفزيون، مبنى الخارجية، مسجد أبو العلا، متحف المركبات، القنصلية الإيطالية. هم دول الست أماكن أو الست مباني اللي هيتم الإبقاء عليهم، ما دون ذلك سوف يتم إزالته تباعا إن شاء الرحمن. شايفين كمان البنية التحتية شغالين فيها بشكل جبار، كلمنا عن البنية التحتية والمرافق داخل مشروع مثلث. طبعا مثلث ماسبيرو تم إعادة تخطيطه بالكامل من مجموعة من الأبراج ومجموعة من الطرق، طبعا في عنده طرق 31 متر، طرق 25 متر، وطبعا البنية الأساسية تحت من المرافق والمية والتليفونات والغاز، كل ده معمول حسابه في المخطط الجديد، وبالفعل احنا شغالين في البنية التحتية الخاصة بمشروع الإسكان البديل في الوقت الحالي.
اخيرا باشمهندس اتكلمنا عن الابراج والمباني الاستثماريه ايضا اللي موجوده داخل المشروع. طبعا احنا في منطقه الاسكان البديل عندي في برجين، في برج استثماري وحدات برضو للناس اللي هي عايزه تيجي تسكن في مثلث ماسبيرو، وفي عندي برج اداري موجود برضو في منطقه الاسكان البديل، وعندي في مشروعين شغالين في المرحله اللي احنا شغالين فيها، في برجين على شارع الجلاء، برج فندقي وبرج سكني اداري، وفي عندي على الكورنيش هيبقى في عندي ابراج النيل ماسبيرو عباره عن 3 ابراج بارتفاع 30 طابق، دول برضو شغالين فيهم في المرحله اللي احنا شغالين فيها باستثمارات حوالي 7 مليار في المرحله الاولى لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو. المهندس نسيم سليم مدير عام تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو من قبل هيئه المجتمعات العمرانيه، شكرا جزيلا لحضرتك. وزي ما شفنا يا حسام يا جمانة، يعني المشروع ابتدت فعلا تظهر ملامحه، ويمكن في فتره قريبه جدا هيتم ظهور باقي ملامح هذا المشروع الضخم اللي بيضم مجموعه كبيره جدا من المساحه ومن الافدنه الاراضي، وهيكون شيء مختلف جدا على كورنيش النيل وجهه حضاريه لمصر. اليكم زملائي في الاستوديو. زميل احمد الحسين نشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا من مثلث ماسبيرو طبعا، كمان شكر موصول لضيفك الكريم.